تأتي أهمية هذا الاجتماع من أنه أيضا يؤسس لأجندة مهمة جدا اللي هي التنسيق والتعامل والتكامل ما بين أجندة التنمية وإعلان القاهرة للسكان. وأيضا ونحن الآن في مجال تحضير للقمة التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي ستعقد بالعام القادم في لبنان، من المهم أيضا الطرح أن محور هذه القمة سيكون تحسين حياة الإنسان العربي، أو الإنسان هو محور التنمية، أو هذه موضوع هام جدا، خاصة ونحن الآن كان هناك إقرار من مجلس الجامعة بإنشاء المجلس العربي للسكان والتنمية. هذا المجلس اللي سيضع الأساسيات والاستراتيجيات المناسبة بالنسبة لعمل اللجان الوطنية للسكان ومأسسة عمل اللجان على المستوى الإقليمي، بحيث يمكن أن يتم التنسيق وما بين أجندة التنمية وأجندة السكان في الوطن العربي.